طبعا زي ما كلنا عارفين في اهتمام كبير بمرض سرطان الثدي زي ما كنت بكلم حضراتكم في بداية الحلقة، واللي أصبح من أكثر الأمراض انتشارا في العالم، واللي خصصت منظمة الصحة العالمية شهر أكتوبر من كل عام ليكون شهر التوعية بالمرض في جميع دول العالم لزيادة الاهتمام به وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والإبكار في الكشف عنه وعلاجه. وبيعتبر الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي ومن ثم العلاج المبكر أفضل الطرق لتقليل عدد الوفيات، ومن ضمن طرق اكتشاف المرض الفحص الذاتي للثدي شهريا للتأكد من عدم وجود أورام أو عقد صلبة به من خلال القيام بالفحص الذاتي ده في المنزل، بالإضافة طبعا إلى العديد من الأمور الأخرى اللي هنستكشفها مع الدكتورة شريفة شرف استشاري النساء والتوليد. دكتورة شريفة مساء الخير، برحب بحضرتك في الجمعة في مصر. مساء النور. أهلا دكتورة شريفة. ازيك يا دكتورة ياسمين، عاملة إيه؟ الحمد لله دكتورة شريفة، أهلا بحضرتك، سعيدة أنك معانا الحقيقة أهلاً. لأن الموضوع ده مهم وإحنا عايزين نعرف منه يعني عنه عدد من المعلومات. أولا دكتورة شريفة برضو للتوعية عايز أعرف من حضرتك نسبة الإصابة بالمرض، خاصة أن إحنا عرفنا أنه مش بيصيب السيدات فقط لكن بيصيب نسبة وإن كانت قليلة حتى من الرجال، إن صحت هذه المعلومة طبعا. صح، هو طبعا تاني سرطان في الانتشار بعد سرطان الجلد، تاني سرطان على طول بيصيب السيدات وبيصيب 12% من السيدات، دي طبعا الإحصائيات الأمريكاني، فهو حاجة منتشرة بطريقة فظيعة. وفي مصر هنا المركز القومي اللي هو لعلاج الأورام قال إن 15% من السرطانات اللي هو بيعالجها هو سرطان الثدي، فطبعا ده حاجة منتشرة انتشار فظيع. لكن التوعية اللي احنا بنعملها دي كلها فعلا ساعدت على ان التشخيص يكون اسرع، وكل ما التشخيص يكون يعني قصدي بدري يعني كل ما السيدة تعيش اكتر والعلاج يكون احسن في 25-30% من الحالات. طيب دكتورة شريفة قبل ما اعرف من حضرتك طرق الفحص وكيفية العلاج وغيره عايزة اعرف الاسباب، لان اختلفت يعني الامور المتعلقة باسباب سرطان الثدي. بصي، هو السرطان عامة ما بنبقاش عارفين السبب بالظبط، لكن هي بتبقى مجموعة من العوامل، يعني هرمونات، طريقة الحياة، حاجات في البيئة. لكن أهم حاجة في سرطان الثدي هو العامل الوراثي، يعني في جينات اللي هي معروفة ببركة 1 وبركة 2. الجينات ديت إذا موجودة في ست دي حاجة عائلية، يعني بتنتقل في العائلة، بس إذا هي موجودة مش معناها أنها أكيد هتصاب بالسرطان عشان الستات ما تتخضش، لأ، معناها أن الريسك عندها زايد. ولكن طبعا في سيدات ما عندهمش أي ريسك فاكتور، يعني ما عندهمش أي حاجة بتساعد أن يعني في خطورة على حياتهم فيما يتعلق بسرطان الثدي. يعني قصدي اقول لك ان في سيدات ما عندهمش حتى ولا عامل وراثي ولا اي حاجه، لكن بيجي لهم برضه، فعلشان كده السبب بالظبط حاجه غير معروف. لكن في عوامل بتزود الخطر، يعني زي مثلا ايه، انها مجرد ان احنا ستات، يعني مجرد انك انت ست عندك ريسك ان يحصل السرطان. وكل ما الست تكبر في العمر، يعني فوق 70 75 80، الريسك عندها بيزيد. خلاص، طبعا قلنا العامل الوراثي. التعرض للإشعاع، للأشعة والإشعاع في سن مبكر. الوزن الزايد، كل دي عوامل بتزود ريسك او نسبه الاصابه بسرطان الثدي. هل بعض الجراحات التجميليه بيكون ليها دور يا دكتوره شريفه؟ لا، لا علاقه لها. لا، ملهاش علاقه. البنات اللي بتجي لهم البيريود بدري في سن صغير اقل من 12 سنه، والسيدات اللي بينقطع عندهم الطمث في سن متاخر، الست اللي ما حملتش خالص طول حياتها، وشرب الخمور، كل العوامل دي بتزود نسب الاصابه. طيب دكتورة شريفة قبل الفحص الذاتي اللي ممكن يتعمل والأشعة وهنعرف من حضرتك المسألة دي، أبرز العلامات اللي ممكن إذا حدثت يعني لا قدر الله تكون مؤشر على إصابة المرأة بسرطان الثدي؟ بصي بقى، إنها تحس إن في أي كتلة مختلفة في صدرها، إنها تحس إن في تغير في شكل الجلد من بره، إن الحلمة تقلب لجوه شوية، يعني دي أبرز الحاجات، أو تغير في حجم الصدر أو احمرار في الصدر.
اي حاجه من الحاجات دي مفروض انها تتوجه فورا للطبيب بتاعها. طيب اعرف من حضرتك بقى طريقه الفحص الذاتي اذا كانت يعني من الممكن شرحها، بالاضافه الى برضو اجراء يعني الاشعه المختلفه. البعض بيقول انها خطر اجراءها في سن معين ويفضل عدم اجراءها، يعني الا اذا كان في تاكد معين ان فعلا في حاجه بالفعل. هقولك دلوقتي الفحص الذاتي ده مهم جدا، ان كل ست بعد كل دوره شهريه بتاعتها او لو انقطع الطمس يعني مره شهريا انها تتحسس صدرها كده، بحيث انها لو يعني تبقى عارفه الخريطه بتاعته، واذا شعرت باي تغير في الخريطه بتاعته تتوجه للطبيب. لان احنا زي ما قلت لك في اول الكلام ان احنا اهم حاجه في سرطان الثدي كل ما اكتشفناه مبكرا كل ما العلاج ومده الحياه اللي بتعيشها الست بتطول. يعني احنا اهم حاجه في السرطان ان نشوف ان العلاج افكتيف او العلاج يعني ناجح، ان فتره انها بتعيش بالطول. فكل ما اكتشفنا بدري كل ما نجحنا في القصة دي. فهي لما بتعمل كده كل شهر ممكن تكتشف أي تغير بدري، تذهب بقى للطبيب يبتدي يطلب الأشعات بقى اللازمة. طيب دكتورة شريفة، يمكن في الآخر برضو عايز أعرف من حضرتك طرق العلاج، لأن في ناس بمجرد اكتشاف حتى أن هي يعني بتحمل الجين أو في عامل وراثي زي ما شفنا بره مثلا أنجلينا جولي يعني ممثلة عالمية بتستأصل الاستادي تماما تجنبا لأي مشكلة، هل ده من المفروض أنه يحصل ولا اللجوء للعلاجات الطبيعية؟ بصي انا ما بنصحش طبعا ان احنا نشيل الصدر خالص، لان انت ممكن يبقى عندها البركه 1 والبركه 2 بس لا تصاب بسرطان الثدي اصلا، لان زي ما قلت لك انه ده بس بيزود نسبه الحدوث. العلاج طبعا زي اي سرطان هو علاج جراحي والاشعاع والهرمون والكيمو اللي هو العلاج الكيماوي. العلاج الكيماوي بالظبط، هي دي انواع العلاج. وطبعا كل حاله ما ينفعش. اللي زود كمان نسبه نجاح العلاج ايه؟ ان ما فيش حاجه اسمها علاج للجميع، لا، كل حاله حسب الوضع بتاعها، حسب نوع السرطان بتاعها، حسب استجابته هرمونيه ولا لا. بس كنت عايزه قبل ما اختم، انت كنت تساليني عن الماموجرافي نعمله ولا ما نعملوش؟ لا، الماموجرافي نسبه الاشعاع اللي فيه قليله جدا، فلو احنا شاكين لا لازم ان هو يتعمل، بس احنا ما بنطلبوش قبل سن الأربعين الا اذا كنا شاكين فعلا بحاجه، لان زي ما قلت لك التعرض للاشعاع ده عامل بيزود نسبه حدوث سرطان الثدي. دي معلومه مهمه قوي، لان في ناس بتروح تعمله من غير سبب يا دكتوره شريفه للاحتياط. لا 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 غلط غلط، ولازم كل حاجه تبقى تحت اشراف طبيب. الحاجه الثانيه اللي عايزه اقولها، كانوا زمان بيقولوا نعمله كل سنه، لا دلوقتي لا، بيقولوا ان ممكن نعمله كل سنتين او ثلاثه حسب الحاله. فللتشخيص في ممكن الماموجرافي، السونار، وان احنا ناخد عينه، والرنين المغناطيسي، كل دي وسائل لتشخيص السرطان. نعم، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتورة شريفة شرف، استشاري النساء والتوليد، شكرا جزيلا. وطبعا كان اتصال مهم لضرورة التوعية في هذا الشهر بخطر الإصابة بسرطان الثدي واتخاذ الإجراءات الوقائية المختلفة.